قراءة في المشهد السياسي حاليا يقدمها لنا في هذه الفقرة الحوارية الأستاذ حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. أستاذ سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق، منسق الحركة الشعبية لحماية المال العام، حركة حماية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. برحب بحضرتكم. طبعا أنا عممت في تقديمة الحوار أنه قراءة في المشهد السياسي. نعم. علشان هنتطرق لمختلف الملفات اللي موجودة بالفعل في المشهد السياسي. نعم. أستاذ حمدي، خلينا نبدأ باللي حصل النهاردة. طبعا يعني مشهد متكرر، سيناريو متكرر للمسيرات الإخوانية، ولكن يمكن حتى من خلال مراسلينا ذكروا ان كان فيه بس مشهد مختلف، انه تم القبض على عدد كبير جدا من الاطفال اللي كانت متصدرة المسيرات، تحديدا كان في السويس وفي بني سويف، وكان تقريبا اعمارهم ما بين 12 سنه 14 سنه 18 سنه اقصى حاجه. نعم. تفسيرك ايه لهذا الموضوع؟ يعني هو في البدايه استاذ الهام، يعني المثل بيقول من امن العقاب اساء التصرف واساء الادب. جماعه الاخوان النهارده بتنزل تعمل مظاهرات وتكسر وتحرق وتروح، محدش بيكلمها، محدش بيعمل لها اي حاجه. قوات الامن بتتصدى ليها، قوات الامن بتتصدى، بس مفيش قبض على حد، في بطء شديد جدا في المحاكمات. تم القبض على 14 طفل. ده يعني ده اللي تم رصدهم مثلا في السويس، دول احنا نعرفهم حضرتك، وده اللي المراسل يعني المراسل قاله لنا، بيبقى مبسوط قوي الطفل ب 50 جنيه و 60 جنيه من اطفال الشوارع، بيديله 50 جنيه وتعالى اعمل معانا وتعالى اعمل مولوتوف. ودي كانت بيستخدموها على فكره في كل انشطتهم، بيستخدموا الاطفال والبنات صغيرات السن ويصدروا المشهد وهم دائما في المؤخره. يعني احنا اقول لحضرتك، كان في وقع في احد في مظاهرات 25 يناير، كان في فعلا ناس من زمان قوي في عهد مبارك بلطجيه جايين يضربوا فينا. بصيت لقيت كل جماعه الاخوان رجعت ورا، وكلنا احنا اللي في المشهد في الامان. هي دي جماعه الاخوان، لا تواجه على الاطلاق. لكن انا النهارده طول ما فيش محاكمات ناجزه والعداله الناجزه والبطء المميت في المحاكمات لن تهدأ الأمور. طول ما أنا قاعد النهاردة، يعني عادل حبارة لحد النهاردة اللي قتل 25 واحد في سينا، شهداء زي الورد. يعني أنا شفت أم شهيد برا، ربنا يرحم ابنها، يعني بينفطر قلبها فعلا على أكيد. على ولدها أكيد. برا يعني بقى لهم سنه راجل مقبوض عليه ومفيش محاكمات ويتحاكم مدني. لماذا لا يتم احاله القضاء العسكري؟ عشان يتم سرعه الفصل، احنا مش عايزين حاجه تانية. مرسي لحد النهارده المتهم في قضيه وادي النطرون، قضيه امن دوله، مرسي ومحمد بديع والخضيري وسعد الحسيني و33 قيادي وعصام العريان وكل الناس اللي كانت متهمه في قضيه وادي النطرون اللي تم تحقيقها بمعرفه المستشار الرائع خالد محجوب في عهد مرسي، مش النهارده. النهارده بيتحاكم مدني، لماذا لا يحاكم عسكري؟ ده امن دوله، قضيه امن دوله. ويضللوا الناس بقى، يقول لك اصل الدستور بتاعنا ما فيهوش محاكمه رئيس الجمهوريه عسكريه. طب افصله يا سيدي، وعندي 33 واحد تاني ما هماش رؤساء الجمهوريه وهرب من وادي النطرون، ومات 28 واحد في عمليه الهروب دي وعمليه الاقتحام. احاكم دول؟ بس الدستور ما قالش، ما نصش برضه على الا يحاكم رئيس الجمهوريه محاكمات عسكريه. لكن لما يقول لك الدستور ما فيهوش، طيب افصل ده على جنب. انا عايز عداله ناجزه. لولا العجزه، يعني انا هي قياس مع الفرج، بس انا هقولها لحضرتك. في 79 سنه 79 منظمه مجاهدي خلق الايرانيه كانت بتعمل بتمارس الارهاب والقتل في الشعب الايراني. رئيس ايران في حينه قال كل واحد يستشهد في الشارع من الشعب هعدم اماله خمسه من اللي مقبوض عليهم. انا القانون عندنا وفي كل العالم المحارب بياخد نفس عقوبه الفاعل الاصلي. شفنا قضيه هشام طلعت مصطفى. أيوه. والسكري في قضيه سوزان. أيوه. تميم. أيوه. السكري محسن السكري خد اعدام، هشام طلع خد اعدام. هو ده نص القانون، مش حاجه تانية. بالظبط. طيب انا النهارده الفعل الاصلي مش شايفه، بس انا متاكد من المحاربين اللي عندي اللي بيقولوا لن يتوقف الارهاب الا بعوده بشكل واضح وصريح، ده صريح وعلني. أيوه. والبلتاجي قال لن يتوقف سفك الدماء في يعني بيجيد العمل الهندسي.
انما العمل القانوني ده مساله ان انا اجيب 5 من السجن واعدمهم مقابل واحد يعدم، دي مساله بتصطدم مع ضمير الانسانيه. لا يمكن باي حال من الاحوال ما فعله النظام الايراني في مجاهدي خلق، لا يمكن باي حال من الاحوال يكون ده يتوافق مع الضمير الانساني باي شكل كان. لان اللي في السجن ده متهم، والمتهم بريحته تثبت الجنس. صحيح. حينما اجيب واقول ده اعدم 5 مقابل واحد، يبقى انا كده احدثت شرحا عميقا في الضمير الانساني، اللي احنا ضمير الانسان اللي عادت الانسانيه تقاتل لكي تحفظ للمتهم حقه، لان الاصل في الانسان البراءه. مساله يعني ما فيهاش وجهات نظر، دي مساله حاسمه ومقطوعه. احنا بنقول كل من يثبت ادانته وسواء قتل او خرب بمحاكمات يمكن فيها من الدفاع عن نفسه حتى تكون المحاكمه عادله، لابد وان ينال العقاب عن طريق قضاء مستقل وليس قضاء موجه، وبالتالي القضاء العادي المدني العادي هو القضاء المستقل. وانا بقول ان هؤلاء قعدوا 80 سنه يتغلغلوا في الشارع المصري وتلقوا جرح النظام السابق، اطفال الشوارع اللي حضرتك اتكلمت عليهم، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصه، الارامل، تلقوهم ورعوهم في غيبه كامله من الدوله. الدوله كانت مشغوله بالاغنياء، مشغوله بتراكم الثروه بين السلطه والثروه، رجال اللي استولوا على السلطه والثروه واستحوذوا على مقدرات البلد والدوله ابتعدت عن هؤلاء، هم دول مستودع الاخوان اللي بيطلعوهم النهارده الجمعه، طلعوهم وطلعوا اطفالهم، وسواء اعطوهم فلوس او كانوا بيدوهم اعانات قبل كده، هم دول وقودهم وهم دول سلاحهم الان. لا يمكن باي حال من الاحوال، هو السبب هو تقصير الدوله من وجهه نظرك يا استاذ صالح. كامل طبعا ابتعاد الدوله وتقصيرها هي اللي جعلت هؤلاء يتبنوا هؤلاء المهمشين، هؤلاء الفقراء اللي بيتساقطوا وتساقطوا في مسيره التنميه المتعثره اللي كانت بتصب في صالح الاغنياء وليس في صالح الفقراء، واحنا بندفع هذا الثمن وهندفعه لمده طويله، لان ما تراكم وما تم تجريفه في حياتنا لمدة 30 سنة لا يمكن بأي حال من الأحوال هنحله في سنة ولا 2 ولا 3. أنا متوقع أن هذا النهج سيستطيل وعلينا أن نتحمل، ولكن رؤية غائمة ومفيش يقين في الخطوات الجاية في المستقبل. كل واحد بيسلم المهمة للآخر بدون ما يحسم الأمر. يجينا سنة دلوقتي مفيش حاجة، يجينا 3 سنين مفيش أي، ما قطعناش مشوار حسيس أو توجه ملموس في محاربة الفساد وفي العدالة الاجتماعية المنجزة، لم يحدث هذا على مستوى الشارع إلى الآن، وعلى مستوى الوطن إلى الآن الأمور تعثرت أكتر، وما فيش قرار سياسي حاسم صدر إلى الآن، كل واحد بيسلم الكرسي للتاني ويقول أنا مالي اللي بعديها يتحمل المسؤولية، وهكذا دواليك. الوزارة اللي فاتت ما عملتش حاجة، ودي مش هتعمل حاجة، الرئيس مؤقت ومؤقت وللاسف على الرغم انه القرار سنة. على الرغم، ثانيه واحده بس، انا عايزه اتكلم في نقطه مهمه واحنا بنتكلم على القرارات. على الرغم طبعا انه القرار الخاص باعتبار جماعه الاخوان جماعه ارهابيه جه متاخر جدا، ولكن صدر هذا القرار انه اعتبار هذا التنظيم هو تنظيم ارهابي. مش متاخر يا سيدتي ولا حاجه، مش متاخر. لا هقول لك ليه مش متاخر. هقول لك ليه مش متاخر، انا بتكلم لانهم كانوا في يوم لهم ماسكين البلد، كنت يعني كانوا هيصدروا لنفسهم قرارات بانه هؤلاء الذين يحكمون البلد هم الارهابيين، يبقى ما تاخرش، ده هو جه في توقيته، لانه احنا كان لازم 30/6 يا استاذ سعد، الشعب خرج، الشعب خرج، كان لازم واسقط لهم النظام فرصتهم، وكان لازم نرى مساوئهم، وبغير كده ما كانتش المعادله هتتحل، ما كناش هنقدر نعمل حاجه معاهم. ده نمره 1. أيوه. نمره 2، انا يعني حزين على كل نقطة دم من مصر ايا كان، ضابط شرطة، ضابط جيش، مواطن عادي، عسكري في درك ممكن يغتال او يقتل او يفجر وهو لا يعلم حد، يعني مش لا يعلم طبيعة المشاكل اللي احنا بنواجهها، لانه قد يكون مواطنا بسيطا لا تشغله القضايا العامة بشكل كبير، ولكن هناك قضية في غاية الأهمية، وهو ان العصا الامنيه لوحدها لا تكفي، وان الزراع الامنيه الان التي يعني مع تفويض بالضغط على الناس الان بيجيب نتيجه سلبيه.
الممارسات الأمنية، أنا لازم أوجه الكلام ده لوزير الداخلية، الممارسات الأمنية التي تمارس مع الأبرياء من هذا الوطن والذين ليس لهم علاقة لا بالإخوان ولا حتى بالعمل السياسي العام، لأنهم دول بتوع الكنبة الممارسات، وهو الهدف منها هو الانتقام من الشعب المصري لأنه كسر العصر الأمنية يوم 28 يناير 2011، يجب على السيد وزير الداخلية أن يعي لها جيدا، لأنها تعطي قبلة الحياة للأخوان المسلمين. إذا أرجوك اسمعيني، تعطي قبلة الحياة للأخوان المسلمين، وأنا لا أريد أن أعطي لهم قبلة الحياة في هذه الظروف، ولا أريد أيضا لحزم 30 يوليو أن تنفك. الممارسات يجب أن تتم مراجعة في وزارة الداخلية لحجم الممارسات. عندي بيانات وعندي إحصاءات وعندي استصراخات من ناس كثير كثير جدا أبرياء، بس مسألة معلش يعني اسمح لي هقول لحضرتك اسمح لي بس لازم انا بتكلم برضه لازم بتكلم من منطلق وطني وحريص على بلدي. اصل مسألة الانتقام من الشعب، مسألة الانتقام من الشعب ما ينفعش نسمع. لا حريص على ثورتي وحريص على بلدي وحريص على الامن. كلنا اسمعيني، كلنا عندنا الحرص، وحريص على الامن وهدي له فرصته ممكن ما اتكلمش تاني، وحريص على الامن كمؤسسة وطنية، ولكنني أيضا حريص على الشعب المصري ومساحة الحرية التي اقتطعت له في حريته وكرامته نالها وممتلكاته لا يجب الاعتداء عليه. أنا عندي حالات ممكن أقولها دلوقتي ويحقق في وزير الداخلية حينما يقتحم، حينما تحدث اسمعين أرجوك نرجع لها أنا عشان ممكن أقول الجملة دي وأمشي وأسيب الأستاذ حمدين يقول حمدي يقول اللي عايز. لا يا أستاذ سعد، زي بعض اسمه كويس، اثنين كويسين. ماشي يا سيدتي، حينما يتم الاقتحام منازل الأبرياء وتحطيم ممتلكاتهم بالكامل باتهامات جزافا، وعندي أمثلة كثيرة جدا، وهضرب مثال للسيد للأمن عشان ما اقولش الأستاذ بيلقي الكلام على هون. في قرية فبريق الدببة مركز محافظة بنسيب، دخلوا أول أمس على 4 شقق دمروهم بالكامل تفتيشا على السلاح، ما لقوش سلاح ولكن ما خرجوش. طب ما لقيتوش سلاح تدمروا ممتلكات الناس في فبريق بالكامل فين؟ ليه؟ فين يا أستاذ؟ هذا في فبريق الدببة مركز دببة محافظة بنسيب. هذا النموذج تكرر من في نفس القرية من عدة شهور ويتكرر في أماكن كده. يا إخواني هذا لا يجدي ولا ينفع. إحنا نريد الأمن أن يعود محبوبا للشعب المصري، لأنه بغير التعاون بين الأمن والشعب المصري لن نستطيع أن نقاوم الإرهاب. الإرهاب داخل عروقنا وداخل شرايينا وداخل حاراتنا وداخل مساكننا. طيب نقاومه ازاي الا اذا تعاون الشعب المصري؟ طب اذا الامن اخذ موقف من الشعب المصري عدائي بهذا الشكل، انا حريص على الامن وحريص على مؤسسه الامن ولا احد يزايد علي. انا حريص. انا حينما انا انتخبت مرسي وبعد 23 يوم طلعت في التلفزيون وقلت انا ضد مرسي في الوقت اللي كان محمد وابراهيم سليمان بيقسم يمين الولاء له والفريع الفتاح السيسي بيقسم ولي يمين الولاء له، انا قلت انا ضد هذا المشروع الاخواني لا ينفع لمصر باي حال من الاحوال. المهندس انا اريد حمدي الفخراني ممكن يرد على حضرتك؟ لا ما انا ما قلتش حاجه تستحق رد. اتفضل. خلاص اسكت. معلش لا جايين عشان مش جايين عشان احنا نرد على بعض، جايين عشان نكمل بعض. لا بس هو لا ياخد بس فرصته يعني يا استاذ سعد. انا شايف معلش في نقطه مهمه قوي برضو. نعم. عايزين ان احنا نرد عليها مساله انه الممارسات الامنيه وان ده انتقام من الشعب اللي كسر العصا الداخليه اللي حصل في 28 يناير. حضرتك تتفق مع وجهه النظر الخاصه باستاذ سعد؟ لا طبعا. لا طبعا يعني فضل. هو بس يعني عايز اقول يعني يمكن في علاقه قويه جدا من حزب الكرامه وبين الاخوان المسلمين. كان حزب الكرامه هم نجحوا كلهم على قوائم الاخوان المسلمين في الانتخابات مجلس الشعب. لا لا كلام رخيص ده يا استاذ حمدي. لا يا استاذ سعد ارجوك الله خلينا نتكلم في الحوار الجد يعني. هذا كلام مش اللي سعد. كلام ما صحش تقوله يعني. استاذ سعد بلاش تقول الكرامه بس عيب انك تقول الكلام ده. عيب كده ما تعلمنيش العيب. عيب 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 انا عارف اتكلم كويس ما تعلمنيش العيب. مش هتعلمني العيب. لا اعلمك ونص. لا 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 خالص لانك تتكلم. لا انا عارف اتكلم. خلينا نتكلم كلام موضوعي يا استاذ سعد. انتوا نجحتوا على قوائم الاخوان المسلمين واتفقتوا وحطيتوا ايديكم في ايديهم. ما تقوليش عيب وكلام رخيص. الشعب المصري كله انت قلتوا ايد واحده انت ولا ايد واحده. الفريق عبد الفتاح السيسي اقسى بالولاء امام مصر. انا ما اعترفش. الفريق اقسى بالولاء امام مصر يا استاذ سعد. انا ما اعترفش. انا ما اعترفش. ما تقاطعنيش ما تقاطعنيش. انا ما بقاطعكش. سبتك قلت اللي انت عايزه كله.
الوقت اللي ليا اذا كان ليا وقت اقوله، ماليش وقت اقوم ماشي. سبقه سبقه سياسيه هذا من حق، كان تحالف موجود النهارده يعني فضل. جماعه اللي انا بعيد تاني حزب الحريه والعداله والاستاذ سعد تحديدا ناجح على قائمه الاخوان المسلمين. اه على كنت على راس القائمه مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين. انا ناصري. الحاجه الثانيه ما قلتش لا انا ناصري مش والشعب المصري يعلم ما هو الفرق بين الناصريه والاخوان. معلش بس الناصريه عمرها ما حطت ايديها في ايدين الاخوان، ده كلام برضه مع عمر الناصريه ما حطت ايديها في ايدين الاخوان. عبد الناصر هم مرسي قال لك الستينات هم اضاقم الستينات، ده عدوهم اللدود هو الناصريين. انا بتاع 23 قلت له انا بس خليني اكمل بقى المواضيع. انت بتقاطعني ليه بقى؟ يا مرسي الستينات دي هي اللي خلتك اتعلمت، وهي خلتك خدت 5 فدادين ارض من 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 ثوره جمال عبد الناصر. يا عمي هسيب لك القعده يا عمي، يا عمي مش هقعد معاك. ما تقعدش. لا السلام عليكم. ما ينفعش يا استاذ. لا ما يصحش حضرتك ترد على المهندس حمدي الفخراني. لا انا بتكلم، انا ما بتكلمش كلام موضوعي. بس لا لازم اتكلم بموضوعيه. لا معلش انا كلامي، انا عارف بتكلم ازاي. اتفضل حضرتك وحضرتك ترد عليه. ما تقولها للصبح. ما تعلمنيش انا اقدر اقول مؤاخذ عليك الصبح بس مش هجرح. ما اقولش عليك حاجه اللي تقوله. لا مش هقول، انا اربع من انا جرح فيه. لا ما حدش عارف يجرح فيا ابدا يعني. لا في تجريحات كتير. ولا حد يجرح. لا وأجر عليك وعلى رقبتك مليون مره. دي ثوابت والنبي. انت حتى انت جاي تغلط. والله يا استاذ حمدين احنا جايين حمدي احنا جايين مع بعض كويس وعايزين نمشي مع بعض كويس. انا بتكلم وسيبني اتكلم. انت كده قاعد تقطع بقالك ربع ساعه بتقطع فيا. تتكلم بس تتكلم باحترام بس، مش عايز اكتر من كده. عشان نطلع مع بعضينا ايدينا في ايد بعضينا. انا محترم. عشان نطلع مع بعضينا ايدينا في ايدين بعض. الكلمه دي تاني. عشان نطلع ايدينا في ايدين بعض. اتكلم انت باحترام وعيب كده يا استاذ. بيشوفنا دلوقتي عيب كده، عيب كده قوي. اتكلم باحترام مش انا اتكلم باحترام. طيب ممكن نلتزم بالهدوء والمهندس حمدي الفخراني يتكلم وحضرتك ليك حق الرد يا استاذ سعد. اتفضل. شوف يا استاذ ريهام. اتفضل. انا هتكلم بس هو ما يقطعنيش. اتفضل ماشي وما يتجاوز، لان انا والله لساني طويل قوي واعرف ارد. طيب بس انا محترم يعني يا ريت علشان ان انا اتكلم ان احنا نبقى كده ونخبط في بعض قدام. طيب يا ريت نلتزم بالهدوء ونستأنف الحوار اتنين بطريقه فيها هدوء. اتفضل حضرتك. يعني قالوا ان في تجاوزات من الشرطه وانا شايف ان الاستاذ سعد جاي النهارده ضاغط على الحكومه وضاغط على النظام اللي موجود. الحكومه اللي موجوده مش هتعمل حاجه، حكومه محلب والنظام وتجاوزات الشرطه. انا هقول لك عندك دلوقتي ممكن تطلب اللي هو ابو بكر رئيس مركز حقوق الانسان في وزاره الداخليه مساعد وزير الداخليه هو. انا فعلا حصل في 3 حالات معايا انا قبض على ناس ابرياء من الزحمه ومن الضغط الكتير، بياخد بينزل على مظاهره بيمسك 10 فيهم واحد بريء. انا بكلمه بالامانه في خلال ساعتين بيفحص الحاله صح ولا غلط وبيفرج عنه. تمام. يعني 3 حالات انا اتكلمت فيهم والراجل بعد ما يفحصهم بقول له الناس ديت بيقولوا ان هم كانوا يعني ناس فعلا كان بيقول لك انا رايح دروس. ودي كلام الاخوان دايما، انا كنت في الدرس، انا كنت مش عارف فين، انا كنت رايح للدكتور رايح اكشف. ده كلام الاخوان. انا بقول له الناس دي قالوا كده والناس ديت انا اعرف انهم ناس كويسين. يقول لي حاضر، اقفل السماعه ويتصل. على فكره مش في القاهره، ده في المنصوره. الكلام ده حصل في المنصوره وفي المحله وفي القاهره 3. الكلام ده حصل 3 مرات والراجل يعني وزاره الداخليه ليس ان في العنف مش ممنهج عندها. ان انا اخد اقول عنف ممنهج، لا العنف مش ممنهج. عنف ممكن يكون شخصي، ممكن يكون ضابط شاف اخوه وهو بيتقتل جنب شاف زميله وهو بيتقتل جنب منه فبيتصرف بعنف. مش حاجة عامة يعني. لا مش ممنهج. طب الممارسات الأمنية القمعية اللي أستاذ سعد اتكلم عنها بشكل خاص. ده أنا بطالب الممارسات إنها تكون أقوى بكتير من هذا. اللي بقول ده الداخلية بتطبطب على الناس. ده اللي بقول الداخلية بتطبطب، الداخلية لو إيديها شديدة شوية هيتوقف الإرهاب ده. إحنا عايزين نوقف الإرهاب اللي موجود ده. ولما شفنا رئيس وزراء بريطانيا لما قال حينما يتعلق الأمر بالامن القومي لبريطانيا لا تسالني عن حقوق الانسان. انا عايز النهارده اهدي البلد. كل الاعمال الارهابيه اللي موجوده النهارده، القتل اللي على الهويه، قولي لي الابرياء دولت ال 25 شهيد اللي اتقتلوا باي ذنب قتلوا. الناس اللي ماتوا دي، العسكري اللي ماشي في الشارع بيتقتل، ذنبه ايه؟ عنده اولاد وعنده اسره. وكل الحكايه ان بعد البناء بيبقى شويه
طبل وتهليل للشهيد النهارده، وبعد 5 أيام الدنيا بتموت والناس وبيتنسى. لا، بيبقى العائل الوحيد واحد مجند رايح بيأدي الواجب اللي عليه وبيتمنى ال10 أيام اجازه ولا الاسبوع اجازه عشان يطلع يشتغل، يرجع في بلدهم يشتغل عشان يسيب لابوه او لوالدته او لاسرته اي مبلغ يعيشوا منه. ويموت يقتل شهيد. يقتل ويموت شهيد. ايوه. لازم نتعامل، نعرف ان الناس ديت واقعه تحت ضغط، وضغط عنيف جدا. وضغط حياته اللي بيقدمها. انا بطلب من الضابط ده او من امين الشرطه او من الفرد ده رايح يقبض على واحد هيتقتل وهو داخل يجيبه. هو رايح عارف ان يعني حياته امام القبض على هذا الشخص. وشفنا لسه في عرب شرقس امبارح الاثنين العميد ماجد. أيوه. ماجد احمد والعميد. أيوه. ماجد احمد برضه. أيوه. الاثنين رايحين بيفك دفع حياته ثمن. مش ضامن هيرجع ولا لا. ده لازم يبقى واقع تحت ضغط، لازم نتفهم كلنا، ولازم نصطف خلف الشرطه، نصطف خلف الجيش على ما نقضي على الارهاب ده، وبعد كده نتكلم. لازم نصطف خلف الحكومه النهارده، نوقف الاضرابات، نوقف المظاهرات، نوقف الاعتصامات النهارده. انما اللي انا قاعد اعمل اضراب واعمل اعتصام وعايز حد ادنى الاجور والبلد تتذبح واحنا مش لاقيين ناكل، وفي ناس ده بيقول عايز حد ادنى، وفي ناس بتاكل من الزباله. ناس بتاكل من الزباله، وناس يقول لك عايز حد ادنى الاجور. يا عم استنى على ما الناس تاكل بس، على ما العجله تلف. الاطباء النهارده اللي عاملين اضراب، انا مش عارف باي ذنب بيعمل يعني. فين ملائكه الرحمه اللي بيقولوا عليهم؟ ملائكه الرحمه اصبحوا بلا رحمه. عامل اضراب في المستشفيات الحكوميه بس، انما في المستشفيات الخاصه لا، مش عامل اضراب. هو نفس الطبيب في عيادته مش عامل اضراب علشان الفقير الغلبان يروح له في المستشفى في العياده يدفع. ده كان بيدفع هنا 1 جنيه ولا 2 جنيه في المستشفى ولا 4 جنيه ما اعرفش كام، يروح يدفع 50 جنيه في العياده. لازم كلنا النهارده. البلد يا استاذ ارهام في 67 سقط الجيش المصري، كانت النكسه، كان العمال بيتبرعوا ب 10% من مرتباتهم، السيدات بتتبرع بالذهب بتاعها، حتى اللي ما معاش ذهب كانت بتتبرع بالدبله اللي هي اعز حاجه عند واحده الست المتزوجه. وكلنا وقفنا مع بعضنا على ما البلد وقفت على رجليها. في خلال 3 سنين كان جيشنا وقف على رجليه مرة أخرى. ده اللي مطلوب من البلد النهاردة. نعم. لكن أنا أجرح وأخبط مش طيب. كده أستاذ سعد.